طيب تنصحني بإيه يا عم الشيخ عابد؟ الأمر في يدك يا بنتي، أنت متعلمة وتفكيرك ما شاء الله، يعني تعرفي مصلحتك برضك. قلت لها والله يا شيخ عابد، قلت لها تبعد عن الشر وتغني له. ما بلاها الحديد ده، ما تخوفهاش عاد وتكدروا فرحتها بالورقة بتاعتها. فعال لما يريد. يلا بينا يا حجاجة ولدي نشوف أمك وخالتك، تلقاهم في حالة دلوقت. لا تفضل انت يا ابوي، بعد اذنك انا اخلص الشاي وحصلك على طول. ما تروح تشوفهم يا حجاج وطيب خاطرهم واجيب بردك. جرايا طاير، حد يقول كده بردك؟ مالكيش صالح انت، البشمهندس فاهم قصدي، كده ولا لا؟ كده يا طاير كده. اتفضل يا ابوي اتفضل. يعني انت ما تعرفش ايه الحكايه يا صباعي؟ لا ما اعرفش، او حتى لو كنت تعرف يعني هقول لك انت ترضاها لي برضك. ما ارضاها لكش يا اخوي، انما الحيره انت اللي ترضاها لي، دي وجعتي اللي ما خلصناش في سنه هدي. انت قلت لي راح فين؟ ما خبرش، بس كانوا جوا في البيت. كانوا ايه؟ قولك ان حرب طهنه ان شاء الله لحد الفجر حتى، اما اشوف اخرتها. بتقول ايه؟ ابوه طلعهم من البيت؟ كيف ده؟ ما عرفش كيف يا زكريا. ويا راحت فين يعني؟ يعني هتروح فين؟ عند خالتي هي، لها مطرح تاني؟ ايه؟ وده اولنا، فبزيادك في اللي عاوز تعمله الله يخليك يا زكريا. ليه؟ هو اللي انا عاوز اعمله كان هو السبب ولا ايه؟ لا، السبب هو اللي كان عايز يعمل ابوك زمان مع اللي اسمها خواطر دي واللي عملت امك معاها. انت ليه ما بتعذرش حد واصل يا واد ابوي؟ اعذر مين؟ عصر ابويا اللي ما كفاهوش اللي ضيع الحريم والغوازي زمان، وبقيه هيضيع على اولادهم. عصر امي اللي ادت جنينه تسوى كام مليون لخدامه بتشتغل عنديها وبلاش. انت ما بصش في الحكايه دي الا لك ده. ما زال ابص ليه تاني؟ تبص للنار اللي هتبيت في الكل، واولها هي امي اللي طلعت من دارها اللي عمرت سنين عمرها كله وتمت على عداوه زرعت بين ابوي وعم الشيخ عابد، كانها هتختم بفرقه بيني وبين حجاج. دي نار، نار يا واد ابوي، وانت بس اللي ما حاسسش بيها. والنار دي انا اللي جبتها. لا بس عاوز تنفخ فيها بدل ما تطفيها. هو انا لما عاوز اعدل الحال المايل ابقى بنفخ في النار؟ حتى لو مرعيها انها حال مايل، طريقتك طريقتك يا واد ابوي. عايز اعمل ايه؟ اكون الدكتوره اللي جايه من اخر الدنيا دي؟ تعالي خد اعز حته ارض عندينا، الارض اللي احنا ورثينها ابا عن جد، قصدي عشق وغرام ومسخرة. ما كانش كده يا زكريا. كان كده وحديت كده عشان كده. قلت لهم اخوفك على حجاج ما كنتش قلتيه من الاساس، كنت وقفت معاك. وقف معاك في الخراب؟ لكن انا شايف ان ده هو العمار. ما فيش فايدة في الحديث معاك. خلي الفايدة فيك انت. فين ابوي اللي حديت معاه؟ ما تتعبش نفسك، هو مش جوا. مش جوا؟ راح فين؟ مين؟ حضرة جناب العمدة؟ تفضل. خواطر؟ أمال ليه عابد بيقول إنك بعد الشر؟ الله يلعنه في كل كتاب. ما كفاوش اللي عمله هو ومرته وأختها. جاي يفول عليك عشان يحرق قلبك؟ طيب يا عابد لسه حسابك عسير معاي، مش على اللي عملته، لا على اللي قلته ده كمان. اتكلم يا خواطر اتكلم، انا هطلع لك واسمعك وبس. طب اقعد اقعد يا عونده، اقعد استريح، تلقاك تعبت من السك. اسكت يا مرنتي، محدش يتحدد غير خواطر، معوش اسمع حد غيرها. طيب بس اسمع كلام ماما روايح وتفضل استريح يا عم العمدة. عمك انا بركاتي خواطر، ولا اقول لك قولي لي يا عمدة زي ما كنت بتقوليها لي. حاضر يا عمدة. اقعدي، تلقاكي دلوقتي بتقولي ان بركات عجز، لكن ده هم شوية شعراب بيض
حسبهم وخلاص وانا زي ما انا. بس انتي الله اكبر ما تغيرتيش واصل. من يوم ما غبتي انا ما بحسبش وفات كتير يا خواطر. فات يا أمد. وهان عليك يا جاسي. بس لا انت مالكيش ذنب، الذنب ذنب عدوينك وانا هخلص لك طارق منيهم. بس انت غيرتي لغوتك، انت رحت اسكندريه يا جل؟ ايوه. لحالك؟ ايوه. طب ما شيعتليش ليه وانا كنت اجيلك؟ مش كان احسن برضك أأجر لك شقة هناك نعيش فيها مع بعضينا بعيد عن البلد الفجرية دي وعن اللي فيه؟ بس برضك ما الحوج عليها. قلتي ايه؟ دي مش عودت البلد هنا عشان كده برضه؟ انت ست ليه؟ ما بتتكلميش ليه؟ بسمعك يا أنت. طول عمرك حديدك عزيز، لا تعرف الرط ولا قلنا وقالوا. تشرب ايه يا أمد؟ بنتك كبرت. أنا بنتها يا أمد. بنت مين؟ بنت خواطر؟ أيوة، سيام بنت خواطر. كيف يعني حديد عابد صح على كده؟ الله يرحمها يا عم. خواطر ماتت وانا لسه حي في الدنيا. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا عم. مالك؟ بسرعة شوية مية من فضلك بسرعة. اشرب مية يا عم، اشرب شوية مي. رايح فين يا عمدة؟ وصلوا يا طايح. تواد مين يا واد انت؟ انا طايع يا عمدة، واد رجب ابو التغيان. طب اوعى من سكتي، انا شديد واقدر امشي لحالي. يعني خلاص يا شقة عبد، اديتها ورقة المبايعة؟ يعني كنت هستنى ايه يا دهب؟ احنا بنحسم الامور ولا بنعلقوها اكتر؟ ما هو كان هيحصل هيحصل، فالنهاردة احسن من بكرة. يا خالتي انت مشكلتك دلوقت مع عم العمدة مش مع زكريا، وعم العمدة ما تهمهوش الجنينة دي. يعني انت براها مشكلة الورقة؟ براها وبرا بيتي كله. اللي عملته زمان علشان احافظ بيه على البيت ده هو اللي طلعني منه النهارده. ساعة غضب يا دهب هتاخد وقتها وتروح لحالها. يعني انت ما عرفاش العمدة يقلب الدنيا وينزل على ما فيش وكأنه ولا حاجة حصلت. وينسى كمان اللي عمله، ربنا معاه. وهو لولا كده كنت استحمل الإعانات اللي قالها لي؟ وبعدين يعني هم ولادك اسم الله هيعملوه؟ أنا لما أموت من الجوع الحمد لله عند اللي يكفيني وزيادة، لكن أنا على بيتي اللي طلعت منه النهاردة وأنا في السن دي مكسورة الجناح، ده لا يمكن هنساه طول عمري ولا يتقدر بمال. يديله عذره برضك يا دهب. لا إله إلا الله. قومي يا كمالة، خد أختي خليها تستريح جوه، وبعد كده يفعل الله ما يريد. حاضر، بس مش لما تاكل لقمة الأول. أقولي بس يا كمالة يا أخي. أمال حتصومي؟ هات أنت بس الوكل يا أما، وأنا هوكلها بيدي ومش هتكسفني. وليه؟ تسلم يدك يا ضناي. لا وتلقيها فوتنا اسم الله هتعجي دلوك، ولقمة من يدها ولقمة من يده. انا ما فاضيش لحد دلوك، لا الزدان ولا العفريت. بس ده رابط في المنظرة ومعوزش يتعتع منيها. خليه رابط ولا اقول له يجيني بكره بعد العشاء.
ما هو اسمع اللي بقول لك عليه وانت ساكت لغفلك عليك وعلى الكل سوا. لا لا على ايه؟ حاضر حاضر. اهوجي كنت فين يا ابوي من غير شر؟ كنت فين يا ابوي؟ قلقتني عليك. مالك يا ابوي؟ انت حاسس بحاجه؟ ها؟ لا يا بنت. خير يا ابوي؟ كنت فين؟ عندينا حددت معاها، كلمتها وكلمتني. هي مين دي يا ابو؟ خواطر. و ودلوقتي انا هنا كيف ده؟ تعال يا ابوي خش جوا. احضر لك الغدا. طيب انا كنت هروح اشوف امي بس قلت استنى ما احضر لك تاكل. تعال يا ابوي مش هنسيبوك غير لما تنعس. بس هتاجي معايا لامي. امال هسيبها يعني؟ خش مع دلوك. تعال يا ابوي. ايه هتقف كتير كده ان شاء الله؟ لا لا مش هقف كتير. روح. لا اروح. وانت يا بهجات ما تتحركيش من قدام الاوضه لحد ما نعوده، لا يصحى ولا يعوز حاجه. حاضر. الراجل عقله شت يا نظري. لا يا ماما روايح ده طبيعي بيحصل مع الصدمة المفاجأة في السن الكبيرة لو في تصلب شرايين، بس بتبقى حالة مؤقتة وبتروح. وكانها الدكتورة صح شبه خالتي خواطر الله يرحمها قوي. أمال ايه؟ الخالق الناطق اسم الله. خوصة وتشقت نصين. لا وإيه كمان؟ لقيها قدامه ولابسة لبسنا وعلى غفلة من غير ما ياخد إخواني. على قولك يا ولدي، بس أنا كل اللي يهمني إن يكون عقله شت ونبقوا إحنا السبب. إحنا ما ناقصينش زيادة تشابيك معاهم. بس أنا ما كنتش متخيلة إنه كان بيحب أمي للدرجات. يا بنتي ما أنا حكيت لك على كل حاجة. أمال هي الحاجة ده بديتها الجنينة ليه؟ مش لما تأكدت؟ يا سام يا بنتي راجعي نفسك وديكي وعيتي كيف الحكاية شديدة. لا ودي كمان لسه في الأول، فما بالك بعد كده تاني يما؟ لا يا دكتورة اوعي تتنازلي عن حقك. شوف البيت، هو أنا بقول لها كده عشان بكره لها الخير؟ أنا ما عاوزهاش توقف قدام زكريا أبو العمدة. أنا عارفة قصدك والله يا ماما روايح، أنا عارفة. وإنت يا طايع إيه رأيك؟ أنا ما أقدرش أقول لك أزيد من اللي قالهولك عم الشيخ عابد. إنت عقلك متنور وأضرب مصلحتك، وسوا كده ولا كده إحنا معاكي وحواليكي ومش هنهملوك لحالك واصل. إنتو؟ أيوة طبعاً أقله أنا. ها سمعت يا دكتورة؟ هتعملي إيه عاد؟ أما شوف هفكر وبكرة إن شاء الله هقول لكم. خلاص يا بنتي خلاص يا حبيبتي. أنا بي إيه؟ ما أنا قدامك أهو عايشة وفي نفس. أقعدي أقعدي يا ضمعي. وزي الفل كمان دايما بإذن الله يا رب. تعيش يا ضمعي. خلاص العرايس ما بكوش العرايس يفرحوا. عرايس؟ أمال إيه؟ عروسة وست العرايس كمان ولا ايه يا عريس؟ طبعا امال ايه. واه خلاص الحمد لله ربنا جمعنا النهارده من غير معاد. واه مش مهم معاد المطرح، المهم الصحبه. طب بلاه الحديث اللي لا منه لا قبض ولا صرف ده وخلينا في المهم. ايه يما
نويتي تقعد هنيه ولا ايه؟ جرايه زكريا يا ولدي، انت ليه على طول حديتك ناشف كده؟ ناشف كيف يعني؟ اقعد يا ولدي معانا واستهدى بالله. اقعدي، انا مش جاي اتساهر، انا جاي اشق على امي عشان افضل البلوه اللي انتوا حطيتونا فيها دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اسمع اما اقول لك يا زكريا، انا النهارده سكتت لك في اللي عملته فينا قدام الناس، لكن دلوقتي يا زكريا. ايه 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 سكتت لي حجاج؟ انا قلت لك ملك الصالح بيه الموضوع ده. اه سامع كلام ابوك؟ لا ليه يا عم الشيخ عابد؟ ايه هو اللي ليه ده؟ هي الجنينه دي انا مش ليا فيها، واللي ليا فيها حجاج يتكلم فيه. والله يا بنت نجيتي للحق، لا انت ليكي فيها ولا اخوك ليه فيه. الحاجه حاجه امكم وحسها لسه في الدنيا. دايما يا رب، بس انا برد على كلامه يا عم الشيخ عابد. هملهم يا شيخ عابد، كانوا معتبروني مت، يا ريتنا موت وريح الكل. بعد الشر يما بعد الشر. وجينا للحديث اللي لا يقدم ولا ياخر. عموما الحديث في الموضوع ده والحساب فيه لسه ما جاش وقته، انما حياجي قريب قوي. يلا يما. يلا على فين؟ هتروحي ولا تستحليت القعده هنا؟ هي قاعده عند حد غريب ولا ايه؟ مش حكايه غريب ولا قريب يا خالتي، هي تطلع من بيتها من الاساس ليه؟ وهي طلعت بخطرها يا ولدي، مش ابوك هو اللي حكم رايه؟ كله كله يا شيخ عابد كله. لا اله الا الله، هو انتوا يعني ما عارفينش ابوي؟ حتى لو كان طلقني. يطلقك؟ يطلقك كيف؟ ده انا ما بقبلش عازه في الدنيا دي عاد. كان حينطقها، ولو كان نطقها كنت حتسد خشمه. واه كيف ده؟ ها اسال اللي قاعدين عاد. انا عليك ديه يبقى لي حديث معاه عاد. يا ولدي ما بالراحه على ابوك وامك، ونتعافيت على الدنيا كلها، ما تتعافاش عليهم. انا ما بتعافاش يا عم الشيخ عابد، وانا عشان ما بيجدش عليا الحال المايله بقى بتعافى. متى هتفهم ان الغلط والصح ما فيهوش فصال؟ انا ماشي وراجع لك تاني يما. لا حول ولا قوه الا بالله، رب نيدي العاصي. قوم يا بنتي، قوم يا بنتي، روحي مع اخوك. اختي خليها تقعد شويه مع عريسي. بنتي يا بهجات، انت يا بنت مين؟ ست زينات. يا مرحبا يا مرحبا. ايه مالك يا بنت؟ نايمة عندكي كده ليه؟ لا ابدا، ده بس عشان جناب الهمض يصحى يعوز حاجه قوم يلقاني هني. امال فوتنا فيها؟ مش هني، ما حدش هني. وما راحوا فين؟ عند الحاجه كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. عامل ايه ابويا بنت بهجات؟ صحي؟ لا من ساعتها وهو في سابع نوم. يكون صحي وندى ما لقاكيش حكي مال خبري. لا والله ما تحركت من مطرحي هني حتى اسال جنابك الست زين، خشت لقيتني زي ما جنابك واع. مرحب. يا مرحب بيك. هو ماله عم العمده من غير شر؟ لا سلامتك هو بخير. ما انت خبر ابوي لما يصحى من النوم يحب يلقى اللي يخدمه، لو ما لقيش حد بيخرب الدنيا. عارفه ومعه حق، لازم الكل يخدموه بعنيهم. تشكري. انا كنت جاي اسال على فتنه، هي فين امال؟ عند العريس هي. ايه ربنا يسعدهم. اصلا انا بحب فتنه قوي. ويا كمان كانها بتحبك. قوي. وخالتي ذهب معاه هناك. ايوه. طب ما دامك ده اخش اشوف طلبات عمي العمده، ليكون عاوز حاجه اعملها له. لا خليه مستريح. ليه؟ ده انا زي فتنه بالمضبوط. هي امال ايه؟ وهو يحبني زيها بردك. ما انا عارف. صح؟ طب هي فتنه هتتاخر؟ يمكن شوي. طب ابقى اجيها وقت تاني. شرفتي، وانا حابه اقول لها انك جيتي لها. الشرف مقدارك. وقولها كمان لو عزتني اقعد مطرحها شوف طلبات عمي العمده ولا خالتي ذهب وهي مشغوله بعريسي، انا مستعده.
تشكري. ما انا اصلي بقعد طول النهار ما وريش حاجه. شايلينك العوزه. فضتك بعافي. عافيك. حبيبي شاب انت بجد. حاضر. انا قلت هتجينا النهارده. استنيتك. ما جيتش. ما جيتش ليه يا سي حجاج؟ هو انت مش واعي للي حصل ده كله ولا ايه؟ احنا مالنا ومالهم؟ مالنا ومالهم كيف؟ انا كل اللي يهمني انك ما تكوني زعلت من اللي قاله زكريا. زعلت؟ لا ابدا عادي. زكريا مش اخوي واللي ماليش غيره في الدنيا واللي مخوف البلد كلها، بس انا فرحت انك وقفت له ولا همك. ونيه لا يهمني اخاف اياك. لا بعد الشر. وانا كمان اتحمت فيك وردت عليه مش كده؟ ومن هنا ورايح انا كل ما هعوز حاجه هطلبها منك، مش من حد تاني، لا من امي ولا من ابوي ولا من زكريا. مش انت دلوقتي المسؤول عني؟ ايه طبعا، امال ايه. ان شاء الله يخليك لي يا رب. ومن بكره تروح الجنينه زي الاول. روح الجنينه؟ معقوله دي؟ ليه مش تراعي مالي برضك؟ وهي الجنينه دي مالك؟ دي لا مالك ولا مال زكريا ولا بقت مال خالتي كمان. انا ما تهمنيش، انا كل اللي يهمني هو زعلك. زعلي؟ وانا ايه اللي هيزعلني؟ الحمد لله. بس خابر حكايه الجنينه دي ولا الحكاوي؟ عشان كده انا ما عارفاش اشفق فيها على مين، على ابوي ولا على امي. انا وعيت بنفسي، ابوي زمان كان بيحب اللي اسمها خواطر دي كديه، بس برضك اللي عملته امي اكيد عشان بتحبه. وعشان كده انا ما عارفاش ادي العذر لمين. بس انا ما عارفاش ليه زكريا طالع قلبه كده، ما يعرفش يحب. تعرف هو لو لقي اللي يحبها هيتغير وما يبقاش كده واصل. عشان كده انا بدعي ربنا ليل نهار انه يحنن قلبه ويلقى اللي يحبها زينا كلنا، ابوي وامي وانا. انت حاسس بيه يا سي حجاج؟ طبعا امال حاسس. طبعا انا ما كنتش اقدر اقول لك اللي بقوله لك قبل النهارده، لكن دلوقت مش كده؟ ايوه طبعا كده، حقك برضو. وانا هسمع كلامك العمر كله واللي تقوله لي هنفذه، وقبل ما تطلب الحاجه هتلاقيها قدامك. بس انا كل اللي عاوزاه ان ابقى دنيتك زي ما انت بقيت دنيتي. كتير عليا دي يا سي حجاج. لا يعني مش كتير ولا حاجه. هو انت ليه يعني ما بتاخدش وتدي معايا في الكلام؟ انا بسمعك اهو. انا عارفه ان انت راجل صح، والراجل الصح يبقى راسي وتقيل، بس برضك انا اعتبر مرتك. بقول لك ايه يا فدنه، ما تخشي جوه تشوفي خالتي يعني اذا كانت كلت ولا لسه ما كلتش. حاضر حاضر يا سي حجاج. بيقولوا زكريا به ابو العمده بعد عنك، مسك في العريس وابوه وطردهم من الجنينه. واه ليه طيب؟ حد خابر؟ وعرفت منين؟ البلد كلها بتقول دي الناس اتلمت، بس برا الجنينه خافت من زكريا بيه. ما انت خبراها عاد. خبراها. بس كان هالحكايه دي مش من النهارده، من ليله الكتاب. انت مش كنت واعيه الحاجه دهب كانت عامله ايه؟ كانت في دنيا غير الدنيا، ود 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 مع اختها ولا عبرت حد. وانا اقول بس برضك ليه وفي ايه يا ترى؟ يا خبر بفلوس؟
بكره يبقى ببلاش. اه انت في حاجه زي دي ما تتوصيش. انا بعمل حاجه؟ انا الخبر بيجيني لحدي وانا قاعده في مطرحي. وانت قاعده في مطرحك ولا من برمك على البيوت؟ وهي خوفي لكوني قلتي على حكايه زنات. واه هي ست زنات بعد الشهر ليها حكايه؟ ساعتها الناس هتعملها حكايه. لا ما تخافيش، الا الحبايب عندي ما جيبش سيرتهم واصل عند حد الا بالخير. العواطف يعافيك يا ست البنت، اهجت للسلامة. ها كنت فين يا زنات؟ دورت عليكي ما لقيتكيش. ما انا اصلي قلت تخطف رجلي لحد فتنة لا تكون زعلت لما مشينا من الفرح. برضك؟ ما انا كنت حقولك بس لقيتك نايم وانا ما عوقتش. ها واطمني ما كانش في حد هنا في واصل. ليه؟ راحوا فين؟ عند الحجة كمان، بس كانوا في حاجة كده حسيتها من كلام البت بهجات اللي بتشتغل عنديهم. اها سامعة؟ حاجة؟ حاجة تاني؟ علمي علمك، ما قدرتش اعرف. عشان انت كنت ظلماهم يما. طب بس خشي جوا دلوك. اها جالك كلامي؟ دلوقتي. مين ده؟ مش عارفة مين ده. زكريا بيه؟ هو مش كان جالب لهياجي تجيب الفلوس ولا هو كان كلامه خلاص؟ وانتي زعلانة على انه ما جاشي ولا انه ما جابش الفلوس بتاعتنا؟ خالتي مش رايقالك. ما بينك اللي ضيعتي فلوسه علينا. انا في فلوسه دلوقتي، انا بسألك اعمل فيه ايه؟ انا مش نصحتك قبل سابق وانتي ما سمعتيش لحديدي وطوحتي روحي؟ ما تشتكيش عاد. طب اعمل ايه؟ شيلي من دماغك تستريحي. انا كل ما الوي القى نفسي بفكر فيه. خابره على راي ام كلثوم يقطع العشقي وسنينه. انا عمري حد ما عمل فيه كده. ما علشانك دي هو شغلي. عشان ايه؟ ما تاخذنيش في دي الكلمه. هو لو كان عبرك وجري وراكي ما كانش شغلك وكانك. يمكن برضك اشياله حال. ايوه يا حال. انا خبره خفي فين سباع الزفت ده؟ ما كل ليله حاطينها زي القرد غرفه من نصيبه. تلوى بتسال على سباعي؟ مش بقولك يقطع العشق وسنينه. عشان ما استلمت العقد تقومي ما تتصليش بيا خالص؟ اولا الارسال هنا مش مظبوط قوي، وبعدين انا كنت في دوامات ربنا الاعلم بيها. وكنت ليه؟ ما انا لسه فيها الحقيقه. انت مش خلاص استلمت العقد؟ في ايه تاني؟ ده المشكله كده ابتدت يا نجوى على راي عم الشيخ عابد. ايه يا ستي هو خلاص بقى عمك؟ اسكتي يا نجوى، ده راجل طيب بشكل واضح. طبعا يا سهام، هو في حد في الزمان ده بيعمل كده؟ الحقيقه كلهم هنا كده طيبين قوي. طيب لما هما كلهم كده فين المشكلة؟ المشكلة في اللي اسمه زكريا ده، واللي محدش عارف ايه اللي ممكن يعمله. ايه يعني المتوقع ان هو يعمله؟ معرفش، وبصراحة مش عاوز افكر. اديني مستنية اما اشوف ايه اللي هيحصل. بقولك ايه يا سهام، انت تسلمي العقد للمحامي وترجعي على طول. معاكي حق، انا هعمل كده فعلا. وعشان كمان حاجة تانية اهم. هو ايه الاهم بالظبط؟ مش عايز اكون سبب متاعب لقرايبي اللي هنا دول. ناس طيبين وبسطة في حالهم، وجودي هنا في مواجهة زكريا أكيد هيعمل مشاكل وأكيد مش هيسيبوني لوحدي. بقولك إيه يا سام يا حبيبتي، أنت دلوقتي عندك جنينة وتقدري تدفعي فلوس الموبايل، أنا يا حبيبتي ما عنديش. طيب يلا مع السلامة. عامل إيه دلوك يا أبوي؟ لا هو زي الفل الله أكبر. أنا سألتك
مش بطمن سعادتك. بتطمني دكتور انت يعني؟ خلاص خلاص سكتت ها وطالع كمان. استنى يا واد انت، فين التعميره؟ سامع سعادتك، حالا حالا يا جناب العمده. ما بلاها دي على الصبح يا ابوي. يعني ايه ما بلاها دي؟ هتعيشوني على هواكم؟ لا بعد الشر يا ابوي. يبقى خلاص تسكتي. حاضر. ها يا ابوي عايز تزين عشيه؟ ما ترد عليا يا ابوي، عاوز اطمن عليك. عاوز تعرف ايه؟ بسالك نعست زين. انا خابر. كيف ده؟ انا برضك ما اعرفش ان كان اللي شفته امبارح ده بدنيتنا دي ولا بدنيا تانية، حلم ولا علم؟ لا علم يا ابوي. وانت ايش عرفك؟ شفت ايه يا ابوي؟ ما خلاص عادي يا زكريا، اجيب لك دكتور يا ابوي. ودكتور ليه؟ هو بيه ايه يعني؟ مرضك مع وش تخليك في حالك. خلاص خالص ها سكت حاضر وطالع كمان حاضر. مش هتعفي عن امي طيب؟ عشان خاطري يا ابوي. كيف يا ابوي تطلع امي من البيت؟ ايه كيف دي؟ انت هتحاسبني كمان؟ لا لا يا ابوي، ما حدش يقدر يحاسبك. زكريا قصده يترجاك عشان خاطرنا يا ابوي. حتى بعد اللي عملته؟ اها اديك واعي اللي عملته. ايه واعي؟ وانا مجنون؟ لا بعد الشر، بس اللي مسامح كريم. اسامح في عمري؟ ما هي عمرك بردك. والناس تقول ايه يا ابوي؟ طلقها في السن ده؟ انت بالخصوص ما تتحددش في الموضوع ده. ليه؟ هي مش امي ولا ايه؟ هي امك صح، لكن ده موضوع ما تفهموش ولا تحس بيه. ليه امه؟ خلقت ربنا عاد. يا ابوي انا مع وسه زعلك. وانت تقدر تزعلني؟ لا ما اقدرش، بس امي مهما بقول لك ايه؟ هتسكت ولا اقوم لك؟ خلاص خلاص يا زكريا، سيبوا دلوك لما يروق عشان خاطر ربنا. طيب اديني سكت ما اشوف اخرتها ايه. تسلم ايديك يا ملك. تسلم يا دكتورة. بينا دكتورة، أنا جاهزة. ها معلش يا طايا، خليك أنت. ليه يا سام يا بنتي؟ أنت مش هتجيبي شنطتك وخلقاتك من الأكندة ولا إيه؟ لا يا مام روايح. ليه يا حبيبتي؟ دي الأكندات دي غاية نار، ده أنت كان حقك جبتيهم من يمين. أنا أصلي هقعد هناك لحد ما أرجع اسكندرية إن شاء الله. واه ليه عاد؟ معلش يا مام روايح كده أحسن. واه لازم ما استريحتش عندنا يا ماما، ما هو برضك بيتنا ده. لا يا مالك اخصى عليكي، اوعي تكملي اللي هعمله ده، هعمله على عيني والله. ربنا العالم أنا حبيتكوا قد إيه. لأول مرة أحس إن ليا أهل وعيلة. طب امال لما كده يبقى ليه؟ يا سام يا بنتي قولي لنا وريحينا. انا هقعد هناك لنفس الكلام اللي انا قلته ده يا ماما روايح. كيف يعني؟ يعني لانكم بقيتوا اهلي وبحبكم مش عايزه تسبب لكم في اي متاعب. متاعب؟ متاعب ايه دي؟ دلوقتي لو زكريا ده تعرض لي هتسيبني لوحدي ولا هتقف جنبي وتقف له؟ واه سيبك كيف يعني؟ شفت بقى؟ فهمت. واحنا غلابة مش كده؟ لا والله مش قصدي كده. معاكي حق يا دكتورة، كلامك صح، بس اللي مش صح هو فكرتك عنينا. يلا يا دكتورة نروح نجيب وحشتك من الأقصر، وبكرة إن شاء الله هتعرفين أكتر. يلا عاد، ده احنا لو خفنا وهملناك لحالك يبقى ملناش عازة في الدنيا وموت نحسن. بعد الشر، بعد الشر عليكم كلكم، بعد الشر. أشوف مين الأول. مين؟ زكريا بيه؟ اتفضل.
وانت بتخاطر الدليل اللي بيقولوا عليها؟ انا اسمي الدكتوره سهام كامل المحمدي. ايه تتبرم من امك؟ بالعكس انا فخوره بيها جدا، ربيتني وكبرتني وعلمتني، اتبرى منها ازاي بقى؟ يمكن لقيها مش كد المقام. ملهوش عزا الحديد ده يا سعاده البيه. اسكت انت، انا بتحدث معاها هي. استنى من فضلك يا طايه. ايوه يا زكريا بيه انا سامعاك كويس، اتفضل عاوز تقول ايه؟ كنت بقول انك مش بت خواطر الدليل برضك، فليه ما عاوزانيش اندهلك بيها؟ زي ما حضرتك ابن الحاجه دهب، في حد بيندهك باسم والدتك؟ يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، اتفضل اقعد الاول وخد واجبك، ما تجيش كده، الحديد ملحوج عليه. انا مش جاي اتضايف. امال جاي ليه يا زكريا بيه؟ انا جاي اقول لك كلمتين وماشي. اتفضل قول، انا سامعاك كويس زي ما قلت لك. اللي انت جاي له من اخر الدنيا ده عشان تاخديه نجوم السما قربلك منه. ده رايك انت، لكن الحقيقه عقد البيع اللي معايا بيقول غير كده. والعقد اللي بتقولي عليه ده تبليه وتشربي ميته. الله، هي الحكايه عافيه ولا ايه؟ بسم الله عليك، يا ديك عرفتيها. حتى لو حكمت لي المحكمه؟ وانت هتقفي قدامي في المحكمه على كده؟ لا، حضرتك اللي هتقف قدامي في المحكمه. فاهم الفرق يا زكريا بيه؟ يا زكريا بيه، انت واد اصول وطول عمرك تعرف الحج، وانتوا معاها على كده؟ احنا مع الحج يا بيه. انتوا بتتحدثوا عن الحج؟ طبعا نتكلم عن الحق، لان الجنينه دي حقي. حقك بأمارة ايه؟ بأمارة عقد البيع للحاجه دهب كتبته مع امي الله يرحمها. والمرحوم امك دفعت لها كام فيها؟ دفعت عمرها. انا ما يخيلش علي الحديد ده، كنت بتتكلم عن الحج، تتكلم بحديث البيع والشراء، عن التمن اللي تعرفه الناس. مش ضروري التمن يبقى بالجنيه والالف يا زكريا بيه، احيانا التمن بيبقى باغلى من كده بكتير، وفي ناس بتفهم وتعرف وتقدر التمن ده، لكن الظاهر ان حضرتك ما تعرفوش. طيب خليني معاكي، انت اتعلمت منين؟ بقيت دكتورة بايه؟ اتعلمت وبقيت دكتورة بصبر امي، بجلدها وتضحيتها. لا يا دكتورة، لولا ريحة اللي خدتوه السنين اللي فاتت دي كلها ما كنتش اتعلمت من اساسه، ولا وقفت قدامي ترد عليا كلمة بكلمة كده. وبرضه لولا ان امي وافقت على البيعة ما كانش زمانك دلوقتي بقيت زكريا بيه اللي الكل عامل حسابه، واللي واقف دلوقتي يكلمني من فوق. لو كانت امي الله يرحمها وافقت انها تتجوز ولا كلمة تاني زيادة. ما خدتش واجبك يا سعادة البيه.